المرة سامحتك، بس المرة الثانية راح خليك تشوف عزرائيل شخصي. فهمت؟ أخي أنت وخطيبتك رايحين على السينما، أنا شو اللي بده دخلني بيناتكم؟ إيه شو كنت عم غني بالطاحون؟ ما قلت لك أبوها ما بيرضى نطلع لحالنا؟ وعلى إيش شايفين حال هون؟ وأنا كمان ما برضى تطلع لحالك معهون. إيه؟ معناها أنا برضى وأمري لله. شرف شرف. لا ما بيصير، السيدات أولا. شرفي خاطرك خالي. الله سلامات ماما. الله معكم، مع السلامة. خذوا راحتكم. سيك المعلم رضا بيسلم عليك وبيقول لك هدول اجرتك على الايام اللي قضيتها بالحبس. فكرتك رح تطلع اليوم فجيت الصبح وانتظرتك. على كل حال اجيت بوقتك لانه بكره بتخلص محكوميتي. معناها بكره بنشوفك بالقهوه اذا الله راد. بس اذا ما كان بكره اكيد ان شاء الله بكون بعد بكره. اذا كان لازمك شيء امانه تقول. ما بدي غير سلامتك. خاطرك هلا. اهلين اخي حسن. الله معك يا غالي. اهلين ابو حلب. اهلين يا خيو. صحيح انا ما بعرفك قبل هلا، بس شهيد علي ربي حاسس كاني بعرفك من يوم يومي. واللي سامعك كمان. ايه يا ابو حلب. نعمين يا خيو. الك ولا للديب؟ ايه خس الديب. هيك بدي اياك تسمعني شي موال تودعني فيه. ايه غالي وطلب رخيص خيو. تسلم يا طيب. تكرم عينك. الله يكرمك. اوف 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 يا باي. الله. لا عيد بعدك حبيبي والديار بعيد، ومن بعد عيد الحبايب يا خلق لا عيد. ومضيت عمري ومضيت عمري وانا بحسب ليالي وعيد. ما كنت اعلم ولا بمصايبي بدري، حتى دموع الحزن فوق الوجن بدري. ناديت 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 لمن رحل عن ناظري بدري. الأرض قفرارها والمزار بعيد. لك الله محيي حلب كله لأجلك يا أبو حلب. تصبح على خير. وأنت من أهله. تصبحوا على خير شباب. وانت من اهله. Thank you.
نعم يا احمد. نعمين يا نور العين. الله ينعم عليك يا مؤدب يا موجب يا ابن الاكابر. بكفي لهون بعدين مصدق. ها حزير مين اجى لعند لبيبه اليوم؟ يا لطيف على هالنسوه، نسيت روح استقبله قدام الحبس. لوين لوين رايح؟ رايح سلم على مفيد. بلا لك الروحه. ليش بقى؟ ما بتعرف انه مفيد ولبيبه عرسان؟ فهمك كفايه، رح اساوي لك فنجان قهوه. هلا ضروري تروح على القهوه اليوم؟ طبعا، لحتى ما يفكر هذا البطحيش اني خايف منه. انت بتعرف انه ما بيهون علي تحط واطيه لحدا، بس يا ريت تبعد عن المشاكل قد ما فيك حتى ما يصير الحبس ضرتي يلي عم تشاركني فيك. الحبس مر بس المزلة امر منه، وانت لا تاكلي هم، لسه ما خلق اللي بده يجيب عليك ضره. لك انا وعدني انك ما تطول. ولا يهمك، اثبات موجوديه وبلشها. يلا خاطرك. الله معك. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. اي والله لك وحشه يا ابو الوحوش. تفضل تفضل. سلام. معليش عندي مشوار ضروري. بصير تروح بدون ما تشوف الست الوالده؟ اي والله بتعلن عليك الحرب. تفضل. على عيني. يلا 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 شرف. تفضل. هلا سهلا شرف لهون. شو ايمتى اخلو سبيلك؟ اليوم الصبح. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لك يا ميت اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك يا خالتي. تفضل يا عيوني. يسلم ايديكي. الله يسلم عمرك. تفضل معك. سلمون امي. سلم لي اياك يا رب. كيفك يا ابني؟ ان شاء الله منيح. الحمد لله. سبحان الله، كان قلبي حاسسني انه ما رح نشرب القهوه لحالنا، عملت حسابي. يا اهلا وسهلا فيك يا ابني. بالمهلي. ادريت انه خطبنا لاحمد؟ حكت لي لبيبه. ساعد خير ان شاء الله. واخوك احمد ما رضي يكتب الكتاب الا لا تطلع انت بالسلامه. لانه اصيل وابن اصله. دريت انه هذا المنتوف طلع اليوم؟ ايه معناتها لازم نحضر له استقبال مرتب. ايه مو غلط. السلام عليكم. السلام. كور القط بيجيك ينط. شو هذا انت؟ والله فكرتك انصل مالطا. والله وطلع لك ريش يا منتوف. اهلين صلقوط. مو غلط. شو بين شايفك لابس ثياب سكرتية؟ والله كل واحد بيلبس على ذوقه. مو غلط. شو تشرب؟ بكره الشاي. جيب له قهوة. لا معلش أنا ماشي، عندي مأمورية ضرورية. خاطر سطوف. نعم. جيب لي قهوة. مو على راسي. تعال.